امبارح الشوارع المصريه كانت الدنيا زحمه جدا، وناس كانت بتسال، اي حد كان نازل اي مشوار قعد ساعتين ثلاثه في المشاوير في شوارع وسط القاهره. امبارح كان في توقف وتعطل لمترو الانفاق، وعمل كده شلل مروري وشلل في الشوارع، ناس اتاخرت بشكل كبير جدا وتعطلت امبارح، وكانت مستاء للاسف بشكل كبير جدا. هنعرف ايه التفاصيل. الاستاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الانفاق قال انه اللي حصل تحديدا امبارح انه الخط الثاني، او حصل عوده لحركه قطارات الخط الثاني بعد سحب قطار، القطار ده تعطل تحديدا في محطه جامعه القاهره. التعطل ده ادى وسبب الى يعني تعطل طبعا لحركه القطارات، واستغرق عودته مره ثانيه نص ساعه، والحركه بعد كده عادت بكامل طاقتها. كانت شركه المترو تحولت حركه القطارات الخط الثاني من محطه انور السادات اللي هي جايه او القادمه من شبرا الخيمه دون الوصول الى المنيب، وده بسبب تعطل احد القطارات بمحطه الجامعه. طبعا مترو الانفاق بيستخدموا عدد كبير جدا من المواطنين، يعني لو ما بتحصل اي تعطل او حاجه بيبقى اثرها كبير جدا في الشوارع المصريه. مشكلة متكررة. صحيح. يعني المواعيد في المترو ما هياش حاجة يعني بنسمعها كل فين وفين ونقول يا ازاي، لا هو بيحصل يعني بيحصل كتير. فنأمل دايما احنا كل يعني لازم نأمل ان يكون في بقى التزام بمواعيد المترو، لان الناس دي رايحة عندها شغل، والناس دي رايحة عندها مصالح وغيره. وزي ما احنا كنا بنعرض برضو العالم الخارجي او بنقارن نفسنا بالعالم الخارجي، وكان لسه محمد بيدي مثال كان في اليابان تحديدا. صحيح. لما اتأخر 20 ثانية. لا لا ما تأخرش، ده طلع بدري. طلع بدري 20 ثانية. طلع بدري 5 ثواني. لا لا 20 ثانية. 20 ثانية. فمذيع المحطة طلع واعتذر يعني لل فأنا مش عارفة مين كان بيحسب ال 20 ثانية أصلا. قال لهم معلش احنا طلعنا بدري 20 ثانية. بس عايز أقول لك يا نهاوند إنه فعلا امبارح لما أتابع على الفيسبوك كان ناس كتيرة جدا بتقول أنا لسه يعني ما اتحركتش من مكاني لمدة ساعتين. يبدو إن الشوارع امبارح في وسط البلد في الدقي في العجوزة، المنطقة دي كانت يعني زحمه جدا ومقفوله جدا بسبب المترو. مترو مرفق مهم جدا طبعا، ولما يحصل حاجه زي كده دايما يبقى عندنا بلان بي، يعني لو حصل جايز المترو يتعطل ده في اي دوله في العالم، بس ممكن نتحرك ازاي بقى عشان نواجه او نتفادى الكثافات المروريه الكتيره دي. لازم نفكر في خطط بديله لانه معرض اي مترو بالزبط. يحصل له كيفيه اداره الازمات هي دي النقطه.